هذه كتسمى فيسيليا عندهم هما كيديروها بالكنافه طريه اللي حنا ما كتوفرش عندنا كتوفر عندنا هذيك اللي في الباكيات ولكن غنعطيهم الطريقه باش تولي يعني طريه باش الكنافه تولي طريه واخا اول حاجه كنشدوا الكنافه وكنديروها في كسكاس كتفور مي بربع دقائق راه هي بغيها كتولي ديك الساعه طريه بحال يلا يعني مصوبه واخا كناخذ الكنافه كندير لها السمنه من بعد نقول لهم حتى الطريقه ديال السمنه بالنسبه للناس اللي متوفراش عندهم في المدن كناخذوا الكنافه كندهنوها بهذيك السمنه كتكون عندنا ديجا واحد 300 غرام ديال العقده ديال اللوز و100 غرام ديال الاكاجو مهرمش رقيق خضر يعني ما محمرش وشويه ديال لاغوم ديال النافع بالنسبه للناس اللي ما كيكونش عندهم لاغوم ديال النافع يقدروا يديروا طبقة صغيرة ديال النافع مغربلة واخا طحونة مغربلة مزيان ايه كنجمعو ديك العقدة ديالنا مع داك لاكاجو مع ديك لاغوم ديال النافع كنديرو كويرات صغيرين بحال غنصاوبو البريوة كنجيبو ديك الكنافة ديالنا اللي كتكون ضيجة صافي ولا طرية كندهنوها بهاديك السمنة وكنحطو ديك الكويرة في الراس بحال غنصاوبو تماما البريوات وكنبقى نتنيو باش كتبان شكل مثلث كندهنوها مزيان عاوتاني بديك السمنه مزيان وكنديروها في شي صينيه ولا شي لاطه وكندخلوها الفران كنشعلو عليها اول حاجه لتحت كيكون ديجا سخون الفران وكنشعلو عليها الفوق حتى كتحمر هي راه دغيا كتحمر ديك الكنافه ايه ابخي كنديرو لها داك القطر بالنسبه للقطر حتى هو غادي نقولو ليهم ان شاء الله بالنسبة للسمنة اللي كندير مثلا قياس الزبدة مثلا 500 غرام ديال الزبدة زبدة انيمال عادية ديال العبر كتخليها تدوب حتى كتولي شكل نوازيط كناخدوها كنعبروها حيت ملي كتدوب ما كتبقاش نفس العبر نفس القياس اللي عطانا في الميزان ديال العبر بعد ما ولات نوازيط كنزيدو عليها الزيت وكنخليوها عاوتاني كتغلى واحد 5 دقائق بحال كتنسجم داك الزيت مع ديك الزبده كنزيدو عليها واحد نص معلقه صغيره ديال لاغوم ديال الزبده كتولي عندنا هذه هي السمنه اللي كنخدموا بها كاع يعني المؤسسات الشرقيه يعني سواء تركيا سواء سوريا واخا غندوز بالنسبه للقطر كناخد كيلو ديال سنيده دائما في كاسرونه مع ربع ديال الماء فوق النار حتى كيغلى 10 دقائق مجرد كدوب هذيك سنيده كنزيد معلقه صغيره ديال الليم وهي السنيده الحامضه وكنخليه يغلى مره اخرى 7 ديال الدقائق من بعد كنلسموه بارز زهر ولا هذيك مسكه حره غير دقيقة باش كنلسموه هذا هو القطر اللي كنديرو صافي كنعسلو به دوك المؤسلات ديالنا هما راه ديجا كيكون عندهم معسلين بزاف يعني كنديرو واحد الكونتيتي كبيره لا ديال السمنه فاش كنبغيو ندخلهم الفران ولا ابخي ملي كنخرجوهم سخان كنديرو عليهم هاد القطر يعني نحاولو كاع نهزو بالمغرفه وكنبقاو نستويو في ديك الصينيه بالنسبه للاقتراح الثاني كنعطيكم بريوات كيبوني بزاف على البريوات انا كندير نص كيلو ديال اللوز مفسخ ومقلي ومطحون بلا سكر وكندير نص كيلو مفسخ مطحون بالمقدار ديال السنيده مثلا نص كيلو مع ربع ديال السنيده عقده تولي عقده كنخلطهم بجوج حتى كتولي عندي واحد العقده يعني ليسك يعني وحنا وانا كنحاول ندلك بهذاك الكف ديال الايد بجوجهم حتى كيتنسجموا مزيان وبحال كيطلق ليا داك الزيت ديالو كنزيد معاهم شويه ديال الزهر يعني مقدار ربع كاس ديال الماء زهر شويه ديال مسكه حره نص معلقه صغيره ديال القرفه ومعلقه كبيره ديال الزبده بالنسبه للورقه كنشدها انا كندهنها دائما غير بالزيت كنديرها شرائح وكنبدا ندير ديك الكويرات ديال العقده ديالي ديال اللوز صافي كنخليهم ايه باش كنجمعهم شويه بالمخلط شويه ديال الطحين مع الماء وكنثقبهم وكنخليهم يباتوا
باش ما كتفرقعش لينا ديك الورقه في القلي، حيت كاينين بزاف ديال الناس اللي كيقول لك علاش كتفرقع لينا. كنثقبهم وكنحاول نخليهم في هذيك اللاطا يضربهم الليخ البرد حتى كينشفوا، وديك الساعه اللي بغات المستمعات يجمدوهم راه كيجمدوهم صافي ملي كينشفوا، بحال بحال كنحاولوا اننا كنشمعوهم بهذيك الطريقه ديال البرد. واخا وكنقليوهم ولا كنديروا الطريقه ديال البرد. وكنعسلهم. بالنسبه للاقتراح الثالث كما حطيت في الصور عندنا كيك فاسون بيتزا. هاد لو كيك كنحتاجو ليه الكاس الكريم ديال الطياب، نفس الكاس اللي كنعبرو به الزيت، كاس الزيت، 4 البيضات. دائما هادشي كنخلطو غير بالفويمان يعني على بالطراب العادي ديال اليد، وكنديرو ملي كنطربو داك الكاس ديال الكريم مع كاس ديال الزيت مع 4 ديال البيضات كنزيدو 3 الكيسان ديال الدقيق، نفس الكاس اللي كنعبرو به، كنزيدو 2 خمارات، 1 بصلة محقوقة بالماء ديالها، معلقة صغيرة ديال الزعتر، ونص معلقة صغيرة ديال التونة غبرة. كنكبو هاد الخليط ديالنا في شي مول اللي كيكون ديجا مدهون على حسب المتوفر عند المستمعات، وكندخلوه قبل ما ندخلوه يطيب كنزينوه بفلافل ملونة. كنقطعوها دوائر، اللي عندها مطيشه صغيره هي ملونه راه كنقطعوها دوائر، اللي ما عندهاش راه كنديروا غير ديك مطيشه عاديه، وكنحاولوا ان نقطعوها غير صغيرين يعني نقطع على 4 ونعاودوا نقطع صغيره باش كنزينوا، يعني كنزينوا داك الوجه ديال الكيك كيبقى كما هو زيناه، كيدخل له فوق كيخرج كيبقى هو هو. كنزيدوا شويه ديال الكروفيت، كنكونوا ديجا غير تقريبا شي 100 غرام ديال الكروفيت كنكونوا ديجا سطيناها في مقله مع معلقه ديال الزبده وشويه ديال البزار شويه ديال الملحه، كنزينوا بها حتى هي الوجه ديال الكيك، كندخلوها الطيب تماما بحال الكيك عادي، يعني كنشعل عليها الفوق ابخي التحت ابخي الفوق. ملي كتخرج الكيك كندهنوا الجناب ديالها بالكيتشوب، وكنديروا عليها فروماج محكوك رقيق من الجناب. بالنسبه للمدام بشكل مختلف. بالنسبه للمدام ان شاء الله فعلا كتجي لذيذه، كياكلوها الوليدات الصغار. ان شاء الله عندنا طاقت شوكوف خيوش زيتها في بالنسبه للعجين كنحتاجو 225 غرام ديال الزبده، 165 غرام ديال السكر كلاسي، و 50 غرام ديال البودره ديال اللوز. هادشي كلشي كيترمل غير بالاصابع. ومن بعد كنزيدو 2 بيضات، وعاد باش كنجمعو بالطحين الكافي، يعني كتكون عندنا واحد لاباب صابلي عفوا. من بعد كندخل ايطاليو هاد لاباط ديالنا، كنخليوها ديجا ترتاح واحد 10 دقائق في الثلاجة، كنايطاليوها ما بين 2 بلاستيكات وكنلبسوها اللومون ولا لي سيركل كيكون ديجا مدهون. كندخلوها طيب طيب يعني كاملة باش ما تنفخش لينا، كنحاول ندير واحد البابي كويسون وسط هداك الفون دو طارت ديالنا كيكون فيه الحمص ولا اللوبيا باش ما كطلعش، وكندخلها طيب. ايه واخا. ملي كتخرج كنكون ديجا صابت واحد لاكخيم واللي هو السيتر ديال الحليب، كنطلعنا فوق النار معلقه ديال النسكافي قهوة سريعة الذوبان لما نذكروا الاسم سمحي لي كاين مشكل. وكتكون عندي في الزعفة 120 غرام ديال السنيدة مع 3 صفار ديال البيض، 120 غرام ديال لاكخيم باتيسيو بودر. هادو كنخلطهم في هذيك الزعفة، كنزيدهم على داك الخليط ديال القهوة الحليب والقهوة، كنرجع الكل فوق النار مع التحراك. عاودي لنا هذا الخليط إلا سمحتي سناء، عاودي لنا هذا الخليط. في الأول كيكون عندي في كاسونة السيتر ديال الحليب، معلقة كبيرة ديال القهوة سريعة الذوبان فوق النار حتى كي غير كيدفى، كتكون عندي ديجا في زلافة 120 غرام ديال السنيدة مع 3 صفار ديال البيض مع 20 غرام ديال لاكخيم باتيسيير بودر، كنخلطهم هادوك غير بالفوي، كنزيدهم على داك الخليط ديال الحليب اللي فوق النار مع القهوة، وكنخلط بالفويمانيين تحرك دائما، كنحرك فوق النار حتى كيختمي الخليط.
تولي عندنا اون كريم خارج النار كنزيد ليها واحد معلقه ديال الزبده و 50 غرام ديال الشوكولا اسود غيش يذوب في هذوك السخونيه ديال ديك لاكريم كنخليها حتى كتدفى يعني حتى كتدفى غير شويه ماشي كتبرد حيت باش ملي كنكبها فوق في الفون دو طاق ديالي اللي طاب تماما في الفران كيجيني داك الوجه ليف حيت لخليت حتى بردت وكبيتها غاد ما غاديش تجيني الفينيا من فوق مزيان واخا كنزينها بالفواكه الحمراء اللي عندها تتمنظر هي بدوك الفواكه الحمراء تتمنظر عندنا كاين فرامبواز الحب الملوك ممكن الا كان عمي اختي اللي كان كتزينيه وكتزيني في الشوكولا من الفوق نتي تزينها على حسب اي مستمعه وكنبودر فوق من جنيبات بالسكر كلاسيك السكر كلاسيك تتمنظر الله يعطيك الصحه كتجي زوينه هائله تبارك الله عليك سناء ضيفي لنا اقتراح اخر لو سمحتي واخا نعطيكم بلاص اومونطو عصير واخا هذا زوين وكاين اقتصادي وكيبقى عندك حتى في الكونجيلاتور وكتبقي تاخذي منه انا نعطيكم بنفس الطريقه ديال البلاص اومونطو هو اللي كندير به العصير اول حاجه بالنسبه للكلاص اللي غنحتاجو ليه هو لاباس ديال العصير 250 غرام ديال الحليب دائما في العجانه ولا بالطراط ديال الكهربائي كنزيدو عليه ساشيه ديال لاكريم شانتيي ديك ساشيه ثلاثه ديال دانون ياغورت مخصوص الحليب وساشيه ديال لاكريم شانتيي والياغورت مخصوص ثلاثه وانا كنطرب هذاك كيطرب كيضاعف الحجم كنزيد عليهم واحد الحك ديال الحليب المركز المحلى وكنطرب حتى كيضاعف ليا الحجم راه كدير دوبل فوليم كنقسمو على ثلاثة منين كنقسمو على ثلاثة كندير واحد فيه كالاغوميه بالبطاط بيستاج راها كتباع بالنسبة اللي ما عندهمش لبطاط بيستاج يديرو اغوم ديال البيستاج واحد كنأغوميه بالفخيز ولا اغوم ديال الكاسيس واحد كان اغوميه اما بفاني ولا باغوم ديال الناطا راه تاهي كتباع كيولي عندي واحد فير وواحد غوج وواحد بلون يعني ثلاثه ديال انواع ديال لي كلاص بنكهات مختلفين كنديرهم في الكونجيلاتور حتى كيجمدوا وهما كنت اما كتبريزونتيهم على شكل دي بول في يعني كلاص كتزينهم بالفوق من اللوز ولا اللي كان على حسب المتوفر ديال المستمعات وهما او ميم طو كيكونوا في هذيك لابواط كتبقاي تاخدي منهم مثلا غادي ناخذ ثلاثه المعالق ديال اللي فيه البيستاج كنزيد كنديرو في المولينيكس في الخلاط الكهربائي وكنزيد عليه نصف ديال لتر ديال الحليب وكنزيد عليه واحد معلقه ديال لاغوم ديال البيستاج و 50 غرام ديال البيستاج وكنطحن كنحصل على العصير كيولي عندي العصير ديال البيستاج بهذاك الكلاص بنفس الطريقه نديرو النكهات الاخرين الا بغينا هكا على شكل عصير اي بالنسبه للابيض كندير فيه العقده ديال اللوز وبالنسبه ديال الفريز ولا الكاسيس كنديرو الفريز طري واخا مع نصف لتر ديال الحليب نفس الطريقه يعطيك الصحه هذه فكره ممتازه